ده انا عايز اتكلم مع حضرتك في حاله رجوع النشاط الرياضي بعد اسبوعين. هل حضرتك شايف ان ممكن اللاعبين يرجعوا فت او نقدر نقول جاهزين بدنيا بعد الراحه اللي خدوها؟ يعني اسبوعين هل هتكون مده كافيه ولا المفروض الانديه والاتحادات ترجع النشاط الرياضي ولكن تمنح هؤلاء اللاعبين زي فترات تاهيليه واعداد تكون رسميه من قبل الدوله؟ طبعا هو لو ما فيش تدريب خالص كارثي انك تقول للناس يرجعوا مره واحده، ده كانه اخد نهايه موسم وبيحتاج اعداد جديد. لكن لو هو اخد راحه المفروض الانديه كلها والفرق الرياضيه بتعمل على اعداد لاعبيها سواء بشكل فردي زي ما انا قلت، يعني اجاري، تدريبات، تمرينات، تقويات، ممكن لو كره قدم بيلعبوا من بعيد بيلعبوا تقسيم يعني من غير ما يبقى في تلاحم. لكن لو تم ايقافه خالص ما فيش تمرين خالص، لا طبعا لازم ياخدوا فتره للاعداد، ما فيش حد ولا يجي لهم اصابات.